قدوميها قبلك ساحل علي عبدي عبد الله علي عسي يا مانتا حفيز كيسا كورش رئيس دو ياشاي مرحلها يدها لامها دولدا كهول قراء حروتها قبلك ساحل بربيرا شركاسيو لبدي تضباب مرن قبتو ايا لقاهد لا يوم لا سكح رويسا رمها سوكر ري ايانا نغاقا شغيها يدها لامها دولدا كهول قراء حروتها قبلك ساحل يا مامولك قبلك ساحل قبدي شركاسي مركي وصود ماذا ايا هذا القاسي اي كسو جديين قدوميها قبلك ساحل يسدو كحيينك وسارده وقفتيا رمها دين تشغ شامع اللاري وحي لبود باي باقنا بودورين دلينيرادا لقضي ادوان قلي بورتا عقعان لباح يقو اسو تشيدينا يقاتا نبدا اسلمركاسينا ددكا ايو دلكا اني لباتو هرسيدين وحانو غفا ايديسان ايا كولان كان شرفتا بادان باق آنو ديرايو دمام با بلشادة هرسو مالان إلا هاي وحو اناسيي امني اي نكوفانو oo geeskan afrika iyo bulshada hareeraha bulshooyinka kale hareeraha ku nool aanay ina la qabin amaankaasi waa amaan u baahan inaynu isugu geyno dhamaan ba tamarta aynu leenahay ayn labada gacmood ba isugu geyno nabi kaleey salaatu wa salaam wuxuu tilmaamay shayga loo yaqaan sunnada in la ilaaliyo وعن النبي عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجد جوز دمبيتك سنة كقبصرة إنه كدوا لنا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحو تلمامي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في صربه معاف في جسده يجده قوت يومي كأنما حيزت له الدنيا بحظافيرها نينك أمان هايستا عافي مادي لا هايسيي ما ننتا وحو قودان لها هايستا وحا نبي عليه الصلاة والسلام وحاباد مدى الدنيا ديبا إن الله صوك هوبي أمن قول الليال نبي عليه الصلاة والسلام وحو كور ريسيي إيمانكو كور ريسيي تصالحان مركا إبشو دالاتو نبي عليه الصلاة والسلام وحو أورانتري اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان إلهيو بشا واحد نوغو داليسا أمن إيا إيمان لبدا حديث وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإن قيدي عضو عليها بالنواجد قوس دمبيتك كو غنينة ماذا مشترعي قيني عين كاين أمر أيو إننا أمان إلهي نسيي إنا إنو إلاشانو شريعة إسلام كاين أمر طي ولا ليال وقضب وحانو باقيا دمامبا برشيد الحير سوماليان وعيقوه الرئيان مدح دقاميتك سياسيينتا ننقربوتك وحقرتك وعييلك وقاشا إنا اللاكا قعب صدان أمانك أينو هايسانو أو هريرها اللي اسكتاقو أو الله إلاليو اللقنا إلاليو تزعزع إيو إنو هالكي سكتاقو وحان سيبا قولك ساحل bulshada ku nool ugu baaqaya maalmahan dambe waxa ka soo korday buurta gacan libaax wax aan fiicnayn loona dul qaadan karin inay inaga waxyeelayso amaanka ilaahayna siiyay waxaynu ugu baaqaynaa arrinka siiba deegaanka dadka degan buurta gacan libaax iyo hareeraheeda inay arrinka amaanka ka shaqeeyaan oo inamada buurta galay ee sida khaldan wax loo fahamsiiyay ay ku qanciyaan inay alle ka cabsadaan arrinkaana dib uga soo laabtaan waxaan salaamayaa dhammaanba isuduwayaasha iyo madaxda hay-adaha dowladda ee gobolka saaxil oo runtii halkan maanta aanu ku qabanay shirkii caadiga ahaa ee inoo qabsoomi jiray arbaca dhaaf ee aan isuduwayaasha iyo hay-adaha dowladda kaga wada hadli jirnay hadba hawlaha aynu qaranka u hayno waxaan aad idin ka mahadnaqayaa sida warbiximaha qiimaha badan leh aad bixiseen ku saabsan hawlaha aynu dhammaan qaranka u hayno sidaad ka warqabtaan waa anigii toddobaadkii hore xafiisyadiina soo wada maray dhammaanba mas-uuliyiintii aan xafiisyada kula soo kulmina sidii aa u shaqaynayseen waan runtii idin ka mahadnaqayaa
ومانتو اي تاي اربعة اللبادونا اي بشا اغسنا اي تاي اللبا وشركي نيسا دحاد انتي قبل كان شوغا انو يالنو ان لمان با مسؤولين تو فكرة دي اي سوچه دي اليو اسيدا انو هرو مركا قبل كوكا غيب قادن لحين اذياد باقوم هاد سنتين وحنا رمتي انو مانت حالكن السلاق قادن ناي ان اينو سمينو قد دي دي صوت ديارين لحيد ان موها قرشها هرو مركا قبل كا ان رمتي كسلين دونو باهيها gudahan gobolka degmooyinkiisa iyo hay'adaha dawladdaba asaynu ugu diyaar garowno inaynu sanadka 2024ka aynu ugu xisaabtano budgetka dawladda wixii wasaarad waliba ay gobolkan hay'ada ay ku leedahay wixii mahay budgetka sidii loogu tari lahaa baahiyaha ka jira iyo xataa sanadaha soo socda marka guddidaasi runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqeen ayaan ugu kalsooni qabaa inay hawshooda si fiican u soo gudan doonaan muddada kooban ay haysanay soo diyaarin doonaan ataynta hadii aan ku dhaafo sheekh jaamac baa dhameeyay khayr la hasiyo arinta nabadgelyada ee gobolka hadii aan kelmad ka yiraahdo awalan waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ba guud ahaan bulshada ku nool gobolka saaxil oo aan ku bogaadinayo runtii sida aan ay diyaarka ugu yihiin inay nabadgelyada ka shaqeeyaan arintaas soo korodhayna waxaan la qabaa sidaa uu sheekhu tilmaamay ee uu diiniyan iyo si walba nacam ugu dhigay in arintaasi aynu marka hore nabadgelyo lagu dhameeyo dhalinyarta buurta gashayna oo runtii aan odhan karo ma jiraan maanta wax ku kalifi karaaba waxay buurta la galaan in caqligu uu soo noqdo oo ay iyaga oo dadkooga u tudhaaya ay runtii nabadgelyada qaataan baaqyada iyo dadaalada socda runtii ay qaataan dawladdu may maara waayin laakiin waa dawladdu waxay in wanaag wax ku dhammaadaa bay doonaysaa iyaguna inay taa fahmaan baan runtii ayaan u soo jeedinaynaa dadka deegaankana runtii anigoo sooba marayba oo aada ugu mahadnaqaya sida ay diyaarka ugu yihiin nabadgelyada oo maanta nin waliba uu nabadgelyada jecel yahay nina aan u doonin maanta rabshad iyo dhib aan aada baan ugu mahadnaqayaa dadkii deegaanka aan kula soo kulmayna waxaan leynay nabadgelyadiina adkaysta inamadana waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u soo jeedinayaa in caqligu shaqeeyo oo ay nabadgelyada iyo ku soo noqdaan muxuu ahaa wadahadalka aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin sida fiican aad u soo ajiibteen arrinta la xidhiidha ragga galay buurta sheekh oo hadalhay badan ka dhalisay xarunta gobolka saaxil ee berbera ayaa dadku inta badan waxa ay soo jeediyaan in aanay suurtagal ahayn ama aanay jirin sababo xilligan duurka loo golo ama looga jabhadayo buuraha cabdisalaam xariishe cusmaan TV-ga qaranka Somaliland Berbera.